الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته غر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتحدث اليوم عن القلب السليم، وما هي الأعمال التي يرضاها الله جل وعلا لعباده، وما هي الأعمال التي بها نحلق في جو إيماني نرتفع به إلى حظيرة أهل التقوى أو حظيرة المتقين. الله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السليم إن شاء الله عز وجل أيها المؤمنون أن نهضى أفي القلب السليم، بمعنى أفل إصحاب. أفي القلب إذن خالي من الأمراض. رب سبحانه عز وجل بناره في القرآن بأن يوم القيامة ما ينفع الميزان أكل الحساب. أمبارح سلكن حشوني في البيت ومسي الصفا الصفا يرس أخذ الخلق في الخطة الصفا يرس أخذ العباد وكل الدعاش. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النبي صلى الله عليه وسلم استقسم الصحابة أشو القلب السليم يجاو فيهم الناس: هو القلب التقي النقي الذي لا غش فيه ولا حسد. استقسم شي حد النبي صلى الله عليه وسلم أفو الصحاب ونهدي هنا ذا يا رسول الله إن يسدل إجلال يصفى ذول إجلال ينقى يا رسول ربي عز وجل إذ شريت مزوانوس ذول إجلال ويسعى الأمراض ويسعى الطالب أم الغش الخداع أم الأنانية أم حب الذات. لخصت أهل العلم، لخص أهل العلم القلب السليم فقالوا: هو القلب العامر بمحبة الله ومحبة عباد الله جل وعلا. أهل العلم لخصت القلب السليم والميضرة والنهدي كالأنباء أن ذل القلب يتشرر ذو المحبه ربي سبحانه عز وجل ذو الشور ذو المحبه لعباد الله عز وجل لعباد ربي وكل تعيش داخل المجتمع. العباره اليوم ان النبي عليه السلام القلب السليم ذنب ذو الايمين يتسلى ربي سبحانه يسعى التقوى زول آلين ينقى الشوارب من الشرك زول آلين ويسعى الحسد ويسعى الغش ويسعى الخداع. أرويت ماس إنس المال إجلال أنسى ذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء إدعى رب العالمين يقال: اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على طاعتك. لأن إذا أشبه النبي عليه السلام ومن السر الأمين جبريل الحادث شق الصدر قلت النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا رب العالمين يقرص يا ربي عز وجل سيزد ولونا النار سبزار في طريق الهدى سبزار في طريق الحق سبزار في طريق الرشاد. من بعد ذلك ولدي ولدي وقت الليل يحلى يوقت الليل ونجد السلطان يوقت الليل ينبغ الايمان يوقت الليل يصفى يفكر ربي سبحانه عز وجل بعض العوامل بعض الوصفات يفكر النبي صلى الله عليه وسلم الدواء يوقت الليل يصفو دواء تسواروس إذ يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أذي غذير العبد فوليس سذيك رب سبحانه عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قيل أحد المرضى يوم مغن يروح يطوف دم أيها الإخوة الكرام في العالم بأسره يخدم زراليز أشني أهلك كلا بردة عدا إلى البلدان الأوروبية المتقدمة سخسرت كلا زراليز لا يخدم تحاليل أسيدين ولاش أشوف يوان تصفير ولاش أطلت هكذا ولكن العفنير دائما يعيش بالقلق يعيش بالحسرة ولاش طمأنينة البوليس ولاش لهنا داخل البوليس يبقى اليوم الطبيب اليوم الطبيب دانغار يجرب تونيس يولى عندي بينو تاعها اللي كنت يخدم اشو سيدي هنا اللي يزيد في تشينيا ولاش اشو بابارت هكا اللي يسوى في المقصد يوز الحاجة اللي يسوى السعيدة السكينة الطمأنينة يثلف سيفيز قال له الطبيب تنقصك سكينة النفس السكينة يا أيها المؤمنون في أغسل ربي عز وجل أتين تستخلص ذبواليس يذكى ربي سبحانه عز وجل إليك قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أليه العبد أيها الإخوة الكرام يعيا تقسم في الناس يغلال غريب في الناس بوهرا أسماء روح الدغار سورة ياسين قلب القرآن العظيم الغلب في ياسين وينير يشد في الناس أتفسين هذه الإنسان يتشوف الأحزان ما يوحد إلى سورة الرحمن لهي عروس القرآن أن يرفع ربي سبحانه عز وجل في الناس البلاء أن الإنسان يتخلق ما يدعي بالوضوء أن يرى سورة الملك أن يشمع الفراش أن يستعفو أن يرفع ربي سبحانه عز وجل السكينة السكينة التي لهنا في الكل طمأنينة أتيت يوم الإنسان صديق ربي سبحانه عز وجل أي كما في النف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء يوفى يوم الصحابة قال ناس أبا أمام الباهلي يوفى في قبل الجامع في غير أوقات الصلاة يشهد النبي عليه السلام الجامع يفكر الصحابي قرنس أبا أمام البالي يقيم الجماع يحسن غريب في ناس الغلال نبي عليه السلام المنبارني الشعيف إن يسماني أراك يا أبا أمام جالس في المسجد كائب في غير أوقات الصلاة يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم إن
يس يا أبا أمامة أشك في وغال أشك يغني في الله إما أحدث في المر في حزنة في غير أوقات الصلاة العبرة يسعى ومثل المقار الصحابة واللي نارس حين في الجامع في غير أوقات الصلاة هذه صار هذه روحة يخبر هذه فلح هذه يكرز هذه صنع هذه يهدو ماني أراك جالس في المسجد في غير أوقات الصلاة يحظي به قيمة العمل أشحال أجل يسعى وين أنا يخدمان أم في توجه الأمة الإسلامية أصبح تخدم أتبتكر أتخترع أتصنع وتسكر فسيس الأمم يعدان يجاوب في الأبا أمامة أشو سينا إناس هموم وديون لازمتني يا رسول الله يا رسول الله اللي قيمة الجماعة اللي سأطر سعر الهموم سعر الغفلان سعر الغلال سعر الصعاب يا نا ثلاث سنين رشيد سعر ديون ديون لازمتني وهموم يا رسول الله أهل العلم شقارة خاصة في الدين أيها الإخوة الكرام الدين وإذا انسلسل استعباد قال أهل العلم الدين هم بالليل وذل بالنهار لكن انسلسل استغاشية ذو سند يكون ذلول ويسعى العزة ويرفاق الرئيس ذكير ذو سند أذي مذلول ذكير أذي مهموم يا رب الله إذن إليس ديون ذي أغلال يا رسول الله استعبث النبي عليه السلام ألا أدلك بكلمات إن قلتهن أذهب الله عنك همك وقضى الله جل وعلا عليك دينك إليس النبي عليه السلام يسهل الهموم من يغيب في الليل يغلال أبير أستعبنا بعض كلمات قرأت الصباح والمساء أن يغفر ربي في ذلك الهم أن يكسر ربي في ذلك الغم إن يستعب بلى يا رسول الله إيه مليحتك يا رسول الله استعمس الذكر استعمس الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى الدعاء التضرع التذلل إلى الله إن إذا أصبحت وإذا أمسيت ما رأت سبحان ما رأت الصد ما رأت مسير فمتزواز إذا أصبحت وإذا أمسيت قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ست كلمات ذا الدعوة ذا الطلب إلى الله بالافتقار رب العالمين إن يستغيث الصباح قريت تمديد يقول هذا الصحابي أنا أمام البيني يقول فلزمت هذا الدعاء التزم الدعاء أيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام فقضى الله عني ديني يرزقين ربي عز وجل يفتحين في البلا خلصت ديون نينو يلا يرفض ربي سبحانه عز وجل في الليل الهموم إذا الدواء الأول أيها المؤمنون لسلامة قلوبنا لأمراض قلوبنا هي كثرة ذكر المولى تبارك وتعالى صلاة النبي عليه السلام أيها المؤمنون ذكور الصديق هذه الإنسان يتقلق أن يستغفر النبي عليه السلام عشر مرات أن يدعو أن يستغفر أن يصلي ركعتين أن يقرأ القرآن الكريم أن يمل أن يجمع أن يقيم الصالحين ربي سبحانه عز وجل أن يذوي الأنيس هذا هو الدواء الأول ودير إلى الدواء أزورون ويؤمن يقول بنادم ما لين يهلك أحد الصالحين أشو السيقار يقراس أيون يقول أحد العين أو لي في سير مصلاحي
ainsi qu'un au cours de l'air, un roi, un chiari, avril, winatawir, khalmelkhir, gawini, donnifakani, on y est, lazka, il a khali. D'abord ici, le kathradu, vikri, mout, subhanallah, mout, bihamdi, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, allahumma ishfi maradana, وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا انك سميع قريب مجيب الدعوات اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم في رحمه الاخ عمرو بن زبيرا اللهم اشفنا وعافنا اللهم اشفنا وعافنا اللهم اشفنا وعافنا اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله